هويدان بن هويد العجمي. التاريخ يقدر من يكتب اسمه وسيرته في صفحاته، وابن هويدي أحد هؤلاء. عاش حياته بشخصيته الاجتماعية المعروفة والمقدرة، كلامه يسمع وجاهه يقدر. علاقته بالإبل أزلية، عاش هوايته الأولى واهتمامه الأول، كيف لا، وهو أحد أهم رموزها وأشهر مصادرها وسلالاتها. رمان الصفر سلالة معروفة اشتهرت بمواصفاتها الخاصة. تطورت هذه السلالة وطورت مستوى الجمال والمنافسة في فئة الصفر، سواء على مستوى الجمل أو الفردي. من أوائل الداعمين والمشاركين في المهرجانات، وحقق العديد من الإنجازات، أهمها المركز الأول في الصفر في مهرجان أم رقيبة لعام 1424. المركز الأول في الصفر في مهرجان أم رقيبة لعام 1425. نخبة النخبة في الصفر في مهرجان أم رقيبة لعام 1431. فردي الصفر سلطانة في مهرجان أم رقيبة لعام 1431. فردي الصفر سلطانة في مهرجان أم رقيبة لعام 1432. رحل ضيدان تاركا إرثا كبيرا من المجد والإنجازات، وما زالت سلالة إبله تتصدر المراكز في منافسات الإبل. رحمك الله يا ابن هويدي. قام أبو شافي ومع الحظ قام، وقبل الذودة يباريها السعد. نخبة المياه لنا في كل عام، من بغى الخمسين ولا يبتعد، من بغى الخمسين ولا يبتعد. هذه الفقرة برعاية شركة أشجان نجد لتأجير السيارات.